للحديث أكثر عن الوضع المعيشي المتردي في العراق في ظل تزايد نسب الفقر ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. شيخ يحيى السنبل، مرحبا بك وكل عام وأنتم بخير. في بلد يعني يعوم على بحر من النفط كالعراق، يعني معدلات الفقر عندما ترتفع إلى 42 أو تجاوزت 42% إلى ما ترجع هذه النسب المرتفعة لازدياد معدلات الفقر في العراق؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين وكل عام وأنتم بخير. أخي الكريم، منذ عام 2003 تفتقر الدولة إلى التخطيط الصحيح للحالة الاقتصادية ولكل الحالات الأخرى على المستويات الرسمية، سواء التعليمية أو التربوية أو الصحية أو في كل القطاعات الأخرى. وهذا المحاصصة جراء المحاصصة الحزبية التي أفشلت كل مؤسسات الدولة عندما جاء هؤلاء الحزبيون بأشخاص يحملون شهادات مزورة لتبوء مناصب غير قادرين على إدارتها. لذلك لا نستغرب عندما يتحدث وزير التخطيط في يوم ما ويقول إنه لا يعرف عدد الموظفين في العراق ولا يعرف كم رواتبهم ولا كم خزينة الدولة. لذلك هذا الفشل الكبير انعكس بصورة سلبية على الحالة المعيشية بالنسبة للمواطنين، وكان أهم العوامل الرئيسية هي سرقة المال العام ومشروع الفساد الكبير الذي تتقاسم هذه الأحزاب موارد الدولة من أجل مصالحها الحزبية، بل ورهن هذه الموارد إلى جهات أجنبية أخرى لمساعدتها في حالات الطوارئ التي تعتبر هؤلاء الحزبيين تابعين لها لتنفيذ أجندتها داخل العراق وسرقة المال العراقي العام، مما ولد هذه البطالة الكبيرة في وقت إن العراق بعد 2003 يشهد ميزانيات انفجارية سنوية من جراء صعود النفط، في وقت الآن لا تشهد أي شاخص حضاري أو منجز واضح على كل المستويات على الأرض العراقية بسبب هذه السرقات وهذا النهب وهذا الارتهال للسياسة الخارجية. طيب شيخ، وهذا التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة. في أقل من دقيقة لو سمحت، الكاظمي يقول إنه حقق ما لم تحققه الحكومات السابقة، كيف تنظر إلى هذا التصريح؟ الواقع يكذب الكاظمي. الكاظمي رجل يريد أن يبرز بالإعلام بأنه عمل وعمل. ماذا قدم؟ قدم عندما رفع سعر قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، مما أدى إلى فائض لديه ما يقرب من ثلث الخزينة العراقية لتوفيرها باتجاهات أخرى، ولكن بدأ حالة التضخم في السوق مما أثر على الموظف وعلى المتقاعد وعلى المواطن العادي. الوقائع على الأرض تشير إلى أن ما جرى تدمير للاقتصاد في زمن الكاظمي هو امتداد للتدمير الذي جرى عبر الوزارات المتعاقبة من بعد 2003، والتي ساهمت بتدمير البنية التحتية والاقتصادية بشكل خاص للعراق بشكل عام وللحالة المعيشية للمواطن العراقي. شكرا جزيلا لكم عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل، شكرا لكم.